طالما نحن راكعين ومستزلمين لدول برا ما عنا استغلال انتهى الموضوع. بعد ما انتشر حديث لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يشعر بالإشمئزاز، سألنا الناس بطرابلس عن هالكلام وكانت إجاباتهم على الشكل التالي. شو رأيك بتصريح الميقاتي؟ عم يبن كل واحد بده يوكب يتعامل، بعثوا ناس انه تعمل هذا مع حكيتنا. دولة الرئيس طمن بالك ما تشعر بالاشمئزاز، خلص بكره بتجدد على الاسكان بيمشي الحال، بتستفاد لك شوي، حرام ما معك مصاري. برايك كمواطن شو؟ معه حق يقول هيك؟ اكيد لا، يقعد بالبيت شو يعمل؟ يقعد بالبيت اشرف له، يترك لحدا غيره. معلم بلد زفت لا في رأيه، وحتى بلد رئيس جمهورية شو يعني بلد؟ ايه؟ شو إذا جرب؟ شو بيعمل رئيس جمهورية؟ والله يا خي بهالبلد كل شيء عجيب، كل شيء عجيب، شو ما حكيت لك أنا؟ كل شيء عجيب، شو ما قلت لك؟ هن المفروض يتحملوا ويعملوا ويقدموا لهالشعب ويقدموا له، بالعكس ما في شيء مقدم. لا الشعب هو اللي مش مأز منه من البوطة السياسية كلها اللي حاكمة. والله عرفنا نحكي كلمة ولا كلمة، ما فيني أقول لك سؤال. يطلبوا العام من برا من شي مطرح من شي دولة، جي تحط إيدها بقى وخلص، أو يقول لك خلص على ملك، أو يتنزل وخلص، يبعد عن الكرسي لغيره. هي الحكومة مستقيلة، هلا هو رئيس حكومة تصريف عام. إذا كان في عندنا حكومة بلبنان بس سؤال بس، نحن لو ملا المؤسسة العسكرية أنت برأيك فيك توقف هون بالشارع؟ عم يروح يدلوا نايم، هذا حوجته هو وغيره وغيروته، الله يلعنهم كلياتهم. الله يوفقهم. طلعوا بالطيارة يعملوا جولة على مكان التنقيب على النفط والغاز وكانوا كتير مبسوطين وكذا. هذا مجال السرقة، هذا طلعوا يعملوا مجال جولة على مجال السرقة، كيف بدهم يسرقوا قصة لبنان؟ كيف بده يقبضوا قسان وكيف بده يسرقوا الشعب؟ يعني هو كمان ما انه قادر يجيب ربطة خبز لبيته، الله يكون بعونه يعني. واليوم والله أنا كتير كبر لي قلبي وقت اللي شفته ونازل عم يتفقد رزقه، هو نازل عم يتفقد رزقه. لك الزبان كالزبان كالزبان، لسا نحن مثل الولاد الصغار اللي حينهم كرمال كرتون تعاوشي وكرمال 10 دولار و 20 دولار، الله يزلهم مثل ما عم يزلوا على البشر. كهرباء مثل العالم والناس ما عم يجيبوا للناس، كهرباء لحتى بس الناس تتنفس، ما روحوا بالبيت ما بتقدر الدورة. الشعب عم ياكل بعضه، الشعب عم ياكل بعضه، في وزارة اقتصاد وينها؟ الشعب عم ياكل بعضه من حقه، عرفت؟ بس انه تلاقي في حال مكتوب علينا الشقة بهذا النظام. مين ما جبت هو سيء، انت اذا ما غيرت النظام ما بتوصل الى بلد.